نادي الزمالك اتعاقد مع احمد حمدي. تعال احكي لك حكاية اللاعب ده وكان بيلعب فين. اعلن مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن تعاقده مع اللاعب احمد حمدي نجم خط منتصف امباكت مونتريال السابق في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم ونص. مين بقى اللاعب ده؟ اقول لك، احمد حمدي حسين حافظ، مواليد 10 فبراير 1998، ولعب مع نادي امباكت مونتريال في الدوري الامريكي لكرة القدم ومنتخب مصر في مركز الوسط. انضم احمد حمدي لمنتخب مصر للناشئين وبعدين منتخب مصر للشباب في 2014، وبعد ما لعب في الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي في 2015 مع المدرب البرتغالي للفريق الاول للاهلي جوزيه بيسيرو، وتم تصعيده الى الفريق الاول في نفس الوقت بسبب انضمام لاعبي الفريق الدوليين للمنتخب، ولعب في المباراة الودية مع غزل شبين ونجح في لفت الانظار ليه، وضم بيسيرو لمعسكر الاهلي المسافر لدبي وتألق مع الاهلي، وبعد عودة الفريق للقاهرة اصبح اساسي في صفوف الاهلي وشارك مع النادي الاهلي في 17 مباراة بجميع المسابقات واحرز هدفين. شارك تاني أمام جنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت سن 17، واللي شهدت وداع المنتخب المصري للتصفيات، وبعدين اختاروا مدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة اللي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 في 2017.